امبارح رفع لي فيديو على الفيسبوك. انت نازل لها فيديوهات على اليوتيوب مالت. يا ماما انا اسمع يا ماما سامحيني. ليه يا مديحه؟ ليه انا بالذات يعملوا معايا كده؟ انا فضحت بنتك هناك. فين بنتك المفضوحه الموكوسه اللي جرصتنا؟ اسكت ما تقولش كده على اختك. اسكت ولا انا اسكت الناس هتسكت ازاي؟ انت بتعمل زيهم بالظبط. بتجلدني على سبب انا ما عملتوش. يا ست انا عارف كل اللي حصل لك وشفت الفيديو كمان وموافق. تتجوزني مين يا مجنون انت؟ ما بقاش الا انت يا ابو تلات عيال. يا نجاه وحشتني قوي المدرسه وريحه اوضه الرسم والالوان. ليك نفسك تلوني يا نجاه؟ ده انت اصول كنت تيجي لابسه اسود. بحياة التحرش مرضهم مش معدي. انتم اللي امراضكم مستعصيه وملهاش حل. مجتمع ملوث وعقيم عمره ما هيتعالج. تمام مفيش حاجه. رقم والدتي دكتوره شيرين طبيبه نفسيه. لو حسيت ان انت محتاجه تتكلم مع حد هترتاح معاه قوي على فكره. اصل جوزي حليف عليا ما تخشيش البيت ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. اختي يا رب. طب بصي سلوى انا هقف على البابا اهو مش هدخل خالص. بس خرجي لي زينة والنبي احضنها دي وحشتني قوي. مش هدخل والله العظيم مش هدخل بس افتحي. انت لازم تروحي الاسم لازم تجيبي حقك لازم تتعرفي على المجرمين دول. مش هشوفهم تاني مش هقدر اشوفهم تاني قصادي مش عايزه اشوفهم خلاص. لازم لازم يا نوجة حبيبتي اسمعي كلامي. وانا كلمتك كتير قوي تليفونك مقفول. ما انا غيرت رقم تليفوني خلاص من كتر الارقام الغريبه اللي بترن عليا. صحافه وبرامج عايزين يفضحوني اكتر ما اتفضح. ما بقاش في حد بيرحم. المهم ادخلي ادخلي بسرعه قبل ما جوزك يجيلك ويعمل مشكله. وخلي بالك من نفسك ومن زينة. ماشي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. خالته غايتيش خالته اصلا مش بتعيط عشان انت حبيبه خالته. انتي امي فاز. اه لا مش طراشي. ايه اللي انت فيه ده؟ بتحاربي وانت نايمه؟ لا مش طراشي. انتوا اللي فرضتوا عليا الحرب دي. انتوا فرضتوا عليا الحرب دي؟ ماشي يا فيلسوفه عصرك. عايزك في كلمتين تص وشك بشويه ميه وحصليني. لحفين في عز الحر تبقيتي هبه خالص داخله على جنان رسمي. ربنا يهديك ويحنن قلبك عليا. ايه بقى؟ عايزين نخلص من مواضيعك دي بسرعة. أنا مش فاضلكم. ماما قالت لي إن مدحت متقدم لك وعايز يتجوزك وأنت رافضة. رافضة ليه يا أختي؟ بتتنكي على إيه؟ اللي زيك يا إما هيتجوز راجل أرمل يا راجل عنده عيال يا مش راجل من أساسه. وبعدين مدحت مطلة أنت تطولي ما تخلصينا بقى. هو أنا عن نفسي يا بنتي هجهزك مما جميعه وهعمل لك مصروف شهري طول ما انا عايشه. ما انت طبعا هتتحرمي من معاش ابوكي. اه والراجل في رقبته كوم عيال بيصرف عليهم
وعشان يفتح بيت جديد هيبقى في اضيق الحدود. خلصينا بقى يا بنت، انا بكلم امي ما تردي. بقول لك يا صلاح، الاسم طالبني عشان اتعرف على المتحرشين، وانا عايزك تيجي معايا. لا اله الا الله، انا بكلمك في جواز تقولي لي اسم ومتحرشين؟ يا بنتي بقى عيشي حياتك، انسي الحكومه هتجيب لك حقك وخلاص، خلصنا. بس انا عايزه اروح اتعرف عليهم، يمكن اخلي واحد فيهم يتجوزني، مش هما اولى برضو؟ عجبتك الفكره مش كده؟ هما اولى صح؟ على الاقل هما شافوني وقلعوني ومسكوا جسمي، فيبقى واحد فيهم اولى انه يتجوزني. ما انا على رايك مليش اي فرصه بالاختيار. عندك حق، انا هتجوز السحلي. يا سيدي يا سيدي على التفانين. لا يا نجاة، شكلك يعني داخله فنون جميله عن موهبه، مش هدفك التنسيق زينا. ايه اللي بترسميه ده؟ اخيه ده فار. ليه كده يا نجاة؟ ده بدل ما ترسمي لك جيك رومي بطه بلدي بتنجانيه رومي، ترسمي فار ليه؟ ده خساره فيه الالوان. خلي بالك ده مش اي فار، ده فار سعران. يا اخيه ذوقك وحش قوي. امال فين اللي تنشكف مع معها صاحبتك تيحه؟ ما جتش ليه مأجزه بقى ولا ايه؟ وبعدين معاكي بقى يا ست انتي، هو انا مش قلت لك ما تتكلميش معايا اصلا؟ ايه الحشريه اللي انتي فيها دي؟ تصدقي ان انا اللي غلطانه اصلا ان انا قاعده معاكي؟ انا هسيبك قاعده كده مع الفيران، شكلك ولا فنون جميله ولا حاجه، ده انت اخرك معها تزنجر. طب امشي امشي من هنا يا ماشي يا اختي، اما لما قسط الجمعيه قبل ما يصرفوا القبض. ابله مديحه، ابله مديحه. اهلا، ازيك يا استاذ مدحت؟ صباح الفل. صباح الخير. واضح ان انت مستعجله، ده انا واقف مستنيكي بقالي ساعه. مستنيني انا؟ انا فعلا مستعجله قوي. معلش اصل انا اتاخرت فعلا، لازم اتخرج. فرصه اعطلك بقى شويه. تعطلني انا؟ طب ليه؟ كنا عايزين ندردش مع بعض. ندردش في ايه؟ تحت امر. لا مش هينفع هنا قدام المدرسه والاطفال، وجرس الفسحه ضرب ضرب والعمده قاعد بيراقبنا، مش هينفع. ما تيجي اخدك على القهوه نقعد نضرب مع بعض كوبايتين عصير. على القهوة؟ أنا وحضرتك عصير؟ إيه ده؟ لا أنت فهمتي إيه؟ مش عصير علب، ده فريش. فريش إيه وقهوة إيه وعصير إيه اللي أنت بتقول عليه ده؟ أنا ما بخرجش مع حد ما أعرفوش. إيه البلاوي دي؟ وسع بس، وسع. إذنك معاكي يا قبلتي. خسارة، دي كانت عجباني. ده كان عصير مانجا على فكرة. يا شكلها زعلت ولا إيه؟ ما أعتقدش. تقريبا عاملة دايت الست دي، مش كده؟ السلام عليكم. حاضر يا ماما، وحياتك عندي هحاول، بس ورحمة بابا ما تضغطي عليا أكتر من كده. ماشي يا حبيبتي، ما تخافيش عليا، سيدنا محمد رسول الله.
عايز تفصلي. صباح الخير يا نجا. صباح النور يا حبيبتي، مالك متعصبة كده ليه؟ مفيش حاجة، سلامتك. لا بجد قولي لي مالك، فيكي حاجة؟ أبدا، ماما بس كانت تعبانة شوية قبل ما أنزل، هي اللي أخرتني. ألف سلامة عليها. طب إيه اللي جابك؟ كنت كلميني وأنا أنزلك. يلا حصل خير، ما نزلتش أنا، ما اطمنت عليها. طب الحمد لله. جاتك القرف. إيه ده؟ مين ده؟ مدحت ابن خالتي. وعايز منك إيه؟ بيزني يا ستي عشان أنزل أقابله بعد المدرسة. طب ايه المشكله يا نجات؟ ما تنزلي يمكن. مش قادره، تقيل على قلبي جدا، بس اعمل ايه بقى؟ ماما بتزن وصلاح بيضغط وانا عيني مكسوره، مفيش قدامي اختيارات، لا ينفع اقول اه ولا ينفع اقول لا. ما تقوليش على نفسك كده، معاش ولا كان اللي يكسرك، بس عايزه رايي، انا بصراحه شايفاه احسن من الغريب، او على الاقل ابن خالتك. اهو ابن خالتي ده بالذات لو اتجوزته هتطلق منه بعد ساعه. مش قادرة أقولك اضغطي على نفسك، بس كمان بقولك فكر لعل وعسى. على فكرة إن شاء الله ربنا هيرزقك بابن الحلال اللي يريح قلبك عشان تستاهلي كل خير. ربنا يعمل اللي فيه الخير بقى. إيه؟ بتضحك على إيه؟ أنت على طول كده في الشتك عايمة؟ معلش يا نوجة سامحيني، أنا ما أقدرش أشوف كوميديا بالشكل ده وأسكت يعني. كوميديا إيه؟ لعلمك بقى لولا مديحة ما كنتش أصلاً اقتنعت ولا تنيلت إن أنا أتجوزك. ما هي الكوميديا في مديحة صاحبتك دي، أصل مديحة صاحبتك دي عينها مني وبتعاكسني. أنت بتقول إيه؟ مديحة صاحبتي أنا بتعاكسك أنت؟ وما تعاكسنيش ليه؟ أنا من أشيك ثلاث رجال في عزبة النخل، أصلها جت عندنا الشركة وعملت نفسها قال يعني بتدور على شغل، لكن أنا هارش حركات الحريم دي. على خيبة إيه؟ إيه؟ قصدي يعني انت واحد مطلق وفي رقبتك تلات عيال، اللي زي ما دي هتشوف لها واحد خالي مش خارج بيت. ويعني الخالي اللي مش خارج بيت ده هيقدر يفتح بيت زيي؟ طب اشرب احسن من قطنه بسكاتك. اشرب احسن. شربت السم يا شيخ. الله فيها يا كابتن، انت عملت بص علينا ليه من الصبح؟ الله شايف مشاهير قاعدين قدامك، دي حاجه غريبه قوي. هتفضحنا انت ايه عمال تجر في شكل الناس؟ هو عمال يبص. انسه نجات، حضرتك تعرفيني؟ مش حضرتك اللي كنتي في فيديو التحرش؟ انا مدام ساره، رئيسه جمعيه مصر ضد التحرش. يشرفنا يا انسه نجات انك تكوني عضو معانا في الجمعيه. معلش انا اسفه، اعفيني، انا ماليش في جو الجمعيات والحاجات دي خالص. ما ترفضيش من غير ما تفكري، هديكي لينك الجمعيه بتاعتنا على الفيسبوك، خشي على الصفحه وشوفي الانشطه اللي احنا بنقوم بيها والمساعدات اللي احنا بنقدمها لستات كتير جدا. اكيد هتغيري رايك، وجودك معانا هيفرق كتير جدا يا انسه نجات. انا عاوزه اتصور معاكي، ممكن تصورنا؟ اصوركوا ليه؟ هي نجات بنت خالتي بقت نجمه ولا ايه؟ طبعا احنا كلنا في الجمعيه فخورات بانسه نجات، وكل ستات مصر لازم يكونوا فخورات بيها. هو حضرتك جوزها؟ احتمال. طيب ممكن تصورني معاها؟ صورك ده ايه؟ انا ما كنتش اعرف ان انت مفضوحه بالشكل دوت. ليه يفضحك انت يا بعيد؟ لا لا نجات، انت حلو عليكي قوي ان انت تبقي بنت خالتي وبس، لكن انا ما اقدرش ابقى فرجه للي رايح واللي جاي، ده كده جرس، ده انت جرستينا، ده ايه الجرس والفضايح دي يا رب؟ ايه الجرس والفضايح دي؟ يبقى حاسبة على العصير، ايه الفضايح والجرس دي يا رب؟ ده جرس والفضايح. انا اسفه يا انسه نجات، انا اسفه يا انسه نجات لو كنت سببت لك اي مشكله. مشكله ايه بس؟ ده انت حلتي لي اكبر مشكله، خلصتيني من اشيك راجل في عزبه النخل. ممكن اخد رقم موبايلك؟ الناس كلها ضدي يا دكتور، حتى مدحت اللي عصرت على نفسي شوية ليمون وقلت هضل سحلية ولا ضل حيطة، مش عايز يتمم الجوازة. عايزة أقولك إن كده أحسن، أنت ما كنتيش هتبقي سعيدة معاه. ما أنا عارفة، بس قولي كده بقى لماما وأخويا صلاح. أنت لسه فيرجن بعد الحادثة؟ Thank you.
التعويره اللي في وشك دي. منهم لله الحيوانات، كلاب، واحد منهم وانا بحاول ازقه كده واقومه راح مطلع المطوه معورني في وشي. انتي رحتي اتعرفتي على المجرمين دول في اسم الشرطه؟ انا كان نفسي جدا، بس صلاح اخويا ما رضيش يجي معايا بقى الله يسامحه. طب قولي لي، الحلم اللي حكيتيه لي ده لسه بيتكرر كتير؟ يعني في الاول كان كل يوم، بعد كده بقى بيجي كل 3 ايام بس. خلاص الحمد لله دلوقتي بقى لي اسبوع ما شفتوش. كويس كويس قوي. طب ولوحة الفران اللي كنت بترسميها خلصت؟ رسمت 3 لوحات مختلفين، بس مش حاسة نفسي دلوقتي عايزة أكملها، بس مش شايفة نفسي عايزة أرسم تاني. خلاص مبقتش عايزة. عايزة أقولك يا نجات إنك من حسن حظك إنك فنانة. أيوه، الرسم ده بيساعد زي الأحلام بالظبط في التعبير عن العقل الباطن، إذا كان خوف أو ملل أو ألم. يعني إيه؟ أنت إنسانة قوية ونفسيتك كويسة، صحيح مش بجاملك، بالرغم من إن التجربة اللي مريتي بيها دي قاسية جدا، بس كمان الناس اللي حواليك كانوا أكتر قسوة. عارفة يا دكتورة، أنا طول حياتي بعاني من الناس قبل الحادثة وبعدها. هي المعاناة طبيعة الحياة. أيوه، أنت مش محتاجة طبيب نفسي عشان يعالجك، اللي حواليكي هما اللي محتاجين يتعالجوا. صدقيني أنا عايزاكي تعيشي زي ما تحبي، لا تاخدي بالك من كلام الناس ولا من نظراتهم، لأنك ما عملتيش حاجة غلط. أنا متشكرة أوي يا دكتور. شكراً ليك يا حبيبتي. طب هو أنا ينفع أجي تاني لحضرتك إمتى؟ في الوقت اللي تحسي إنك عايزة تيجي تعالي على طول. ايه ده؟ أنيسة نجات؟ ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا دكتور؟ انت بتعملي ايه هنا؟ قصدي يعني ما كانش باين عليك انك تسمعي كلام وتيجي. معاك حق، انا فعلا ما كنتش ناوياكي، بس لما قعدت وفكرت لقيت اني محتاجه اخد رايك، خصوصا يعني عشان موضوعي وكده. موضوعك ايه؟ انت بقيتي زي الفل والحمد لله. شكرا لحضرتك. بقول لك ايه، دراعك اخباره ايه؟ الحمد لله بقى احسن، حتى المسكن اللي حضرتك كتبته لي اخر مره يعني لقيت اني مش محتاجاه له. طب الحمد لله. بالنسبه للمره اللي فاتت كنت اديت لك الكارت بتاعي. معايا لو حضرتك عاوزه. لا عاوزه ايه؟ لا انا بس انا غالبا ما بديش ارقامي للمرضى بتوعي، بس لو ما يضايقكيش ممكن اخد رقمك. لا هو يضايقني جدا على فكره. انا اسف، مش قصدي اضايقك، بس يعني حسيت ان انا يعني عايز اتكلم معاك ونتعرف على بعض اكتر. وانا شايفه ان ده مش وقت ان انا اتكلم مع اي حد خالص، وكفايه بقى اللي انا شفته من الناس اللي حواليا. عن اذنك. ادخل. ازيك يا ماما؟ اهلا يا وليد، اتفضل. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. تشرب قهوة معي؟ اشرب. يشرب. ماما كنت هسألك على حاجة. ايه؟ اخبار نجات ايه؟ كويسة. اشمعنى يعني بتسأل؟ سؤال. سؤال. اوكي. عزة فنجالين قهوة سادة.
عينيا الاثنين يا دكتورة. دوبلي عزة والنبي. حاضر دكتور. شكرا. بعد اذنك يا دكتور، الورقة دي سابتها لك انسة نجات وبتقول لي اوصلها لحضرتك. يا دكتور مش مجرد سؤال بقى. هقول لك يا ماما بس بعد القهوة. اوكي. الو نجاة ازيك؟ انا وليد. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. أولاً أنا بتصل في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ طب كويس. نجات أنا كنت عايز أتكلم معاكي فكنت عايز أقابلك. نجات أنا مش بطلب منك تنسي التجربة اللي أنت مريتي بيها، لأن أنا عارف قد إيه كانت تجربة صعبة وقاسية عليكي، ولا عايزك تنسيها لان انا عارف انها مستحيل تتنسي بسهوله، بس انا بطلب منك على الاقل ترميها ورا ظهرك ونبص للمستقبل سوا انا وانت. انا مش مصدقه نفسي اصلا ان انا بسمع كلام زي ده، ولا مصدقه ان لسه في ناس بتفكر زيك كده وعندها قدره على التمييز بين الجاني والضحيه بعيد عن نظره المجتمع المشوش اللي احنا عايشين فيه ده. لسه انا جات في ناس بتفهم وبتحس وبتقدر. أنا مش عارفة من غيرك يا دكتور وليد ولا من غير الدكتورة شيرين كان زماني عاملة إزاي؟ أنا كان زماني مت. بعد الشر عليك يا نجاة. أنت بس عشان طيبة وبنت حلال يعني ربنا بيوقف لك في طريقك الناس اللي طيبين شبهك. طيبين زي؟ بتشكر في نفسك يعني. ماشي أنا هعديها لك المرة دي عشان حقك بصراحة. طب الحمد لله. مدام حقي بقى ده يشجعني إن أنا أكلمك في الموضوع اللي فتحتك فيه قبل كده. الموضوع إيه؟ تاني؟ يا ستي عايزة اجي اتقدم لك واقابل اخوكي ومامتك. موافقة طبعا. وانا هلاقي زيك بأدبك واخلاقك ورجولتك دي. وانا كمان والله. حضرتك انسة نجات مش كده؟ انا ممكن نتصور مع حضرتك؟ احنا شفنا حكايتك وبندعي ربنا يقف معاكي. صوروا معايا انا؟ هاي المشكله. قوي اتفضل انا كمان هصوركم. يلا اضحكوا بقى. حلو قوي. اتفضل. ثانيه واحده ممكن بقى تصوروني معاها؟ انا خطيبها على فكره. اتفضل. شكرا. يا سلوى يا حبيبتي، نجات دي اختك الوحيده اللي مالكيش غيرها. طب لو انت ما وقفتيش جنبها مين اللي هيقف جنبها؟ ما كفايه عليها القهره واللي الناس عاملينه فيها. انت مش فاهمه يا مديح، انا غلبت مع جوزي، غلبت وتعبت معاه على الاخر، بس هعمل له ايه؟ حلف عليا ان رجليها ما تخشش حتى عتبه البيت. والله تعبت يا مديحه، ما عارفه اعمل ايه، يعني اخرب على نفسي. بس انا يا ماما عايزه خالته تيجي تقعد عندنا. وبعدين يا زينه، هو انا ناقصاكي يا بنتي؟ احنا قلنا ايه؟ ما نتدخلش في كلام الكبار. يلا يلا قوم روح اقعد العبي في اوضتك. يلا يلا حبيبتي اجري. اسمعيني يا سلمى، عارفه انت ونجات مش بس صحابي، ده انتوا اكتر من اخواتي، واللي فيه نجات مقطع قلبي. ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش تسيبيها لوحدها كده. وبعدين انت لازم تتكلمي مع جوزك، مش هينفع السلبيه اللي انت فيها دي، لازم تفهمي ان دي صله رحم وما ينفعش تقطعيها. يا غلبياني يما. يا حبيبتي انا اعمل ايه بس؟ انت مش عارفه ايه اللي حصل. اتكلمت معاه لما لساني اتدلدل، قال لي لا دي فضيحه وفضيحه كبيره والدنيا كلها عرفت وانا عندي بنت وعايزه اربيها. يعني اعمل ايه بس يا مديحه؟ مش عارفه اعمل حاجه يا حبيبتي والله. ايه اللي فضيحه دي؟ ما انت عارفه ان هي مالهاش ذنب، هي كانت عملت ايه يعني؟ عارفه يا مديحه والله، عارفه ان هي مالهاش ذنب، بس اعمل ايه غصب عني؟ اعذريني. اعذرك ايه بس؟ طيب على الاقل يعني اسالي عليها حتى بالتليفون. لا انا هروح لها، هروح عند ماما واحاول اطمن عليها ان شاء الله. ربنا معاكي يا نجاة. يا رب.
يا بنتي يا تيحة، أنا عايزاكي تطقطقي كده وتتودكي وتفتحي عينيكي. البنات عمالة تتخطب وانتش قاعدة في قرابيزنا. أنا عارفة إنك لايفة على مدرسين المدرسة كلهم وبترسمي عليهم. أنا؟ المدرسين اشتكوا يا نجيحة، اشتكوا لي كلهم. انت بس محتاجة تنقري صح. عندك مستر عطية هو لسه مطلق، صحيح يعني مراته رفع عليه قضية نفقة وهتحبسه بالقايمة، إنما عنده شقة في صفت تشرح القلب الحزين. تمدي رجلك كده يا بنتي تبقي على المزلقان. مستر عطية ايه ده اللي انا ابص له؟ لوفي عليه يا بنت ركزي معاه. لا طبعا مش هبص لمستر عطية ولا غير مستر عطية، انت ازاي مش واخده بالك؟ ده ايه كله طلع لك في صباعك ده ولا ايه؟ لا دي دبله الخطوبه، انا اصلا مخطوبه بقالي شهرين. اخص عليك يا بنت، انت لقيمه وصوده من جوه، مخبيه عني كل ده. انا ما بخبيش عنك الهوى. ايوه ما انت ما كنتيش مركزه معايا، عشان كنت مركزه مع نجاه وكانت عماله تنكدي عليها. يا نجاه يا اختي الخطوبه. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبتي، ربنا يديمك بخير. فرحت لك يا نجاه، انا عارفه انك مش هتصدقي بس انت غاليه عليا قوي. هحاول اصدقك. وعلى كده بقى يا نجات، عريسك عارف الاذيه اللي اتاذيتيها؟ او النبي يا اختي، واتفرج على كل فيديوهاتي. ده على كده بنقصول، اوعي تسيبيه يقفشي فيه بايدك واسنانك. الله صحيح يا اختي، هو دكتور لحسن اختك الروماتيزم مبهدلها وقالوا لها جيب ركب يعني، وانت عارفه دواء العظم غالي. بصراحه يا ابله ام علاء، هو ملوش في الروماتيزمات خالص. ايه يبقى اكيد دكتور رمد. اكيد رمد، ما هو ما بيشوفش. اسكتي يا اختي والنبي، عيني وجعاني كده ومعرفش باجي بالليل واقعد اشوف حاجات سودا وبيضة ماشيه كده في الجو. هو دلوقتي تخصص في امراض الشيخوخه، تحبي تروحي له؟ لا يا اختي ما يلزمنيش شيخوخه ايه، بس ممكن ابعت له خالي. عيني فجاه يا اختي، ما تفهميش السكر عيني، السكر ويتش، السكر غلي. الامراض شيخوخه، قال ده انا اصغر منكم انتوا الجوز بخمس سنين، انتوا مش دفعتي اساسا. الواد علاء يا اختي عنده انيميا ومحتاج سكريات، لان ايه داخل على امتحانات بقى. كل سنه وانت طيبه. لا بس يا حبيبتي لا دي تنفعك في الجهاز. ايوه كده يا اختي، اضحكوا محدش واخد منها حاجه. احنا ممكن نوصل صوتنا واهدافنا للمجتمع كله عن طريق وسائل الاعلام. القنوات الفضائية والإنترنت دلوقتي هم أسهل وسيلة للوصول للناس في البيوت. هنعمل حملة إعلامية كبيرة تتذاع على كل القنوات الفضائية، هنطالب فيها الحكومة بتغيير القانون وتغليظ عقوبة التحرش علشان توصل للإعدام. هنطالب بتغيير ثقافة المجتمع كله وتغيير النظرة المتدنية لضحايا الاغتصاب والتحرش. هنطالب الناس ونوعيهم إن هم يربوا ولادهم في البيوت قبل ما ينزلوا الشوارع ويتحرشوا بالبنات. وهيكون شعار حملتنا على اسم جمعيتنا مصر ضد التحرش. ودلوقتي مع كلمة للعضوة الجديدة في الجمعية اللي مشرفانا ومنورانا، نجات. أنا طول الوقت بفكر، هما المتحرشين دول ضحايا ولا مجرمين ولا الاتنين سوا؟ بس هما أكيد ضحايا، ضحايا ثقافة متخلفة متوارثة من جيل لجيل. ثقافة بتقول إن هي دي الرجولة، ثقافة عنف ضد المرأة، ضد نص المجتمع. والثقافة دي لازم تتغير، بس إمتى وإزاي؟ إحنا اللي لازم نقرر ده. أنا عارفة ومتأكدة إن في بنات وستات وللأسف أطفال زي كتير قوي بيمروا بنفس المحنة اللي أنا بمر بيها، بس هما مش قادرين يتكلموا، وده أصعب مني بكتير جدا. بس أنا الحمد لله ربنا ساندني ووقف ناس جنبي عشان تخرجني من المحنة اللي أنا فيها، مش بس على المستوى الطبي، على المستوى الإنساني. قبلهم كانت الدنيا سودة في وشي، كنت عايزة أرمي نفسي لأي حد، المهم يسترني وخلاص، وكأني عاملة عاملة. العفة اللي ربنا كان مدهاني وسلبوها مني بالعافية بقت بالنسبة لي دلوقتي قرار، مش مجرد وجود غشاء من عدم. القتل أرحم بكتير قوي من شعور كسرة النفس أو إحساس بالعار على ذنب أنا ما عملتوش. والسبب في كل ده إعلام قاعد بيضلل وبيطبل طول الوقت، وفن بيقدم أفكار ملوثة للشباب، ورجال دين بيفسروا نص الدين غلط، بيفسروه على حسب أهوائهم الشخصية، بيرسخوا في عقول الشباب إن البنت مجرد سلعة رخيصة ومخلوقة للمتعة وبس.
أي حد من حقه ينتهك إنسانيتها، وعشان مش شرفه ما تخصهوش، لكن اللي تخصه بقى مراته أو بنته أو أخته لأ، هي دي الشريفة. بس عشان هو غبي مش عارف إن داين تدان، زي ما بتعمل في بنات الناس هيجي اللي يعمل في أهل بيتك. بس هما للأسف ضعفة مش هيقدروا يتكلموا. الرحمة انعدمت من قلوبنا للأسف، إلا نضرة بس عشان ما نبقى ظلمين. إحنا للأسف طول الوقت بنقول إن إحنا مجتمع متدين بطبعه، بس دي مش الحقيقة. إحنا متدينين من برة بس. ربوا ولادكم صح، ربوا ولادكم على الدين، الدين الصح اللي هو مش بس صلاة وصوم، الدين معاملة، معاملة وأخلاق. شهلي يا نجاة، وليد زمانه جاي. خلاص يا ماما، خلصت كل الاكل، مش فاضل بس غير السلطه، وكله يبقى جاهز وتمام. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه في ايه؟ عروسه صغيره زي القمر قتلت الواد صبي النقاش لانه اعتدى عليها في الشقه اللي كانت هتتجوز فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. كده الجبار، ما بيسيبش حق حد ابدا يا رب. ما يعملوا الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه